اليوم بدنا نحكي عن موضوع ثاني اللي هو عكس الكونستيبيشن الدياريا، في له شويه اختلافات بس الكونسبت واحد. يعني يوم قلنا في الكونستيبيشن 3 تايمز بير داي ل 3 تايمز ويكلي، هون ايش الدياريا؟ increasing the stool frequency more than 3 times per day. طبعا still frequency stool frequency لازم يكون فيها watery stool، يعني more liquid. طبعا هاي قضية 80% water مش راح نقيس احنا اجمالا، بس احنا بهمنا كدياريا is frequent passing frequent more frequent passing of watery stool. تمام. الان هذا الاشي بيجي بيتصاحب مع اشياء ثانية، ايش هي الكرامبس ابدومينال بين، في بعض الحالات السيفير راح نحكي عن بعض الاسباب ممكن يكون في عندي نوزا وفوميتنج اسوشيتد، في بعض الحالات بصير فيه هيديك، الهيديك سببه ديهايدريشن على الاغلب بيكون لوس اوف فلويد، ف يعني هذا السبب اللي بصير. بس اكثر شيء بيكون في عندنا ابدومينال كرامبس ابدومينال بين، وفي بعض الحالات اللي هي بتكون بكتيريال زي الجاسترونتيرايتس يوم نحكي في الاطفال اللي سببها الروتا فايروس، بيكون عندي associated with nausea and vomiting. الآن في عندي كثير common microorganism cause diarrhea، يعني إذا بنحكي عن الكوزز وهيك زي الكومبايلوباكتور إيكولاي سالمونيلا شيجيلا، وفي عندي بعض البروتوزوا كمان كريبتوسبوروديوم، وفي عندي في الفيرال اللي هم very common الروتا، والروتا طبعا is very common in pediatric. بس احنا كهيلث كير بروفايدر اللي بيجي عندنا كبير بصير في عنده جاسترونتيرايتس بنعلق عليه شو معك روتا، لانه از 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 المعنى انه ما بصير في الكبار اجمالا، يعني فيري رير. فطبعا بتعرف الروتا الروتا فايروس لها روتا فاكسين، فصار الان كان الفترات الماضيه مش متوفر، الان صار متوفر هذا الروتا فاكسين، وحتى عندنا في الاردن صار يعطوه ريجولارلي، زمان ما كانوا يعطوه ريجولارلي لانه بيقول لك انه هذا كماليات يعني اجمالا، فما كان داخل في برنامج التطعيم، الان دخل في برنامج التطعيم كمطعوم. فاجمالا بس علشان نلخص الامور، the area is a condition where feces are discharged from the bowel من الجط more frequently more than 3 times per day and in liquid form more watery diarrhea احنا بنسميها. تمام. طبعا هاي قضايا الاكيوت إذا كانت less than 14 days to 4 months persistent, more than 4 months chronic diarrhea. هاي تصنيفات نظرية، يعني إحنا مصنفينها حسب الأرقام، إذا أقل من أسبوعين acute، إذا من أسبوعين لأربع أشهر persistent، إذا أكثر من أربع أشهر chronic diarrhea. بنشوف إذا هذا الإشي يعني مفيدنا أو لا كمان شوي. الآن هو بقول لك only acute diarrhea can be treated by over the counter. المقصود بهاي الجملة يعني طيب، وحتى acute diarrhea من ممكن نستخدم أدوية غير over the counter، بس المقصود هون only acute diarrhea can be treated by over the counter، لأنه persistent والchronic over the counter is not enough. هاي معناها يعني acute ممكن over the counter medicine تكون enough، لكن في persistent والchronic معناته في عندي continuous problem is going on، فمنحتاج ريفير باك للطبيب. هذا لا يعني انه احنا بنعرفش كصيادله، بنعرف بس الهدف تعمل فيردر انفستيجيشن، هو المريض بده يروح للطبيب بده يفل بده يرجع لعنا كصيادله. تمام. طيب الان بجوز بتسمعوا انه في بعض الحالات بصير والله في مريض صار عنده التهاب في الامعاء وصار عنده اسهال وتوفى، هذا بيكون على الاغلب في عندي بكتيريال توكسين او فيرال توكسين، طبعا غير يعني المقصود الانفكتد دياريا due to infection، وان احنا راح نحكي عن الكوزز، في عندنا بكتيريال فايرال انفكشن، في عندي بعض السترين هاي يعني كان كوز، طبعا الايكولاي بتعرفوها ستاف اوريس هذول بيعملوا توكسين تربط على الميكوزا السلبي بيصير في عندي هايبر سكريشن، فعشان هيك بصير في عندي ووتري دياريا. هذه في العاده ما بتعطيني يعني فيفر، بحكي على يانج ادلت، بالصغار بتعطي فيفر لأن هاي كان because of gastroenteritis لهم. في عندي السبب الثاني الinvasive E. coli سالمونيلا شيجيلا، هذولا بيعطوني more severe diarrhea لأنه بصير في عندي هنا more inflammation reaction في الجط أو في البول. تمام. لكن هذا بيكون مش very fluid، لسه fluid يعني النسبة فيه بتكون أقل. حتى هذه الinvasive E. coli والسالمونيلا والشيجيلا هي rarely can cause death، يعني مش common انها بتعمل عندنا دث، بس متى يعني ممكن تعملنا كومبليكيشن
مع الاشخاص اللي هم يعني خلينا نحكي عندهم ريسك فاكتور يكون عندهم سيفير ديهايدريشن، الناس اللي عندهم مشاكل في الرينال. تمام. الان الاكستريم ايجز، الاكستريم ايجز هاي المايكرو اورجانيزم بتاثر عليهم اكثر، اللي هم الجيرياتريك والبيدياتريك، لكن اليونج ادلت جنرالي ما بياثر. وحتى في الاكستريم ايجز يعني الدث هذا اذا بيكون مسد المريض اجمالا، المفروض بس يوصل المريض على المستشفى تم علاجه، يعني مش مشكله كبير الانفكتد ايريا. بدك تعرف شو الكوز اوف انفكشن تعطي التريتمنت اوف تشويس في هالحاله. الفايرال انفكشن از مور اوف بيدياتريك يعني كوز، هو الموست كومن كوز اوف جاسترونتيرايتس في الاطفال اللي هو الفايرال انفكشن. ميلي احنا ما بنعرف شو الفايرال كوز، لكن الموست كومن كوز في الفايرال انفكشن في الاطفال اللي هو معروف الروتا فايروس، عشان هيك عملوا له فاكسين علشان تقل عمليه الاسهال اللي بصير في بصاحب عند مع الاطفال. تمام. طبعا معظم الميديكيشن واكثرها المضادات حيوية بتعمل عندنا اسهال. طبعا الادويه اللي بنستخدمها للكونستيبيشن بتعمل عندنا دياريا اجمالا. الان وين تو ريفير للطبيب اذا كان عندي الادلت اف دياريا لاست مور ذان 72 ساعه في الأدلت والأولدر تشيلدرن الكبار يعني اللي فوق 6 سنوات، 48 ساعة بالأقل من 3 سنوات، وبالإكستريم إيج الأكثر من 70 سنة، الأقل من سنة 24 ساعة عند تشيلدرن، ريفير إيميديتلي في الإنفانت أندر 3 مانس. الآن إجمالا يعني في الأطفال الدياريا ممكن تكون أقل، يعني ممكن يكون في عندي دياريا 24 hours وصح اقل من سنه، بس يعني مره واحده صارت ومش سيفير ومش ووتري. يعني المقصود هاي الارقام از نوت انف، لازم تسال المريض وتقول له عن كم من مره في اليوم صار الدياريا. يعني قضيه الوقت هاي بتعطيني انه على الكونتينيو وصلي للدياريا، يعني هل في بيرزيستنس صار عندي، مع انه احنا قاعدين نحكي عن اكيوت لانه قلنا اقل من 14 يوم او اسبوعين اكيوت، لكن هل الدياريا مستمره يعني في كوز لها؟ إذا في كوز بنحكي عن الأوقات هاي، لكن مهم كمان تعرف الكاركترستكس لهاي الدياريا. مرة باليوم كان في كثير ووتري، إذا في كثير ووتري ممكن يصير مريض هاي ريسك اوف ديهايدريشن، فبيحتاج ياخذ اي في فلويد في المستشفى. أو طبعا احنا يعني هذول الاكستريم ايجز ممكن تعطي او ار اس يكون انف، بس بتكون متأكد أنت إنه ما في عندي أدر فاريوس كوزز ذات ريكواير هوسبيتاليزيشن. تمام؟ طيب طبعا هذا السلايد ماخذ صوره منه، يعني ماخذين سكرين شوت على السلايد الدكتور فارس على اغلبه والدكتور حنين هم اللي عطوا الماده هذه. بقول لك الميديكال ايفالويشن از نيدد فور سيفير فوميتنج اور ديهايدريشن، ما عليها خلاف، باسج اوف مالتيبل سمول اماونت اوف ستول اند ميوكس فيفر. هذول الاشياء ما كانوا موجودين هون صح؟ هذا الاشي اللي احنا بنحكي قاعد عنه كاركترستكس الاكومبايننج سيمتومز اللي بتيجي مع الدياريا. تمام؟ بس يجي اوف 6 اور مور انفورم ستول. تمام؟ طبعا شو يعني بس يجي اوف 6 اور مور انفورم ستول ان 24 hours اور endless last 48 hours اور longer؟ شو يعني انفورم ستول؟ مالكو بعد الكوز بطلتوا تشاركوا؟ نلغيه خلص شاركوا معنا. شو يعني انفورمد سكول؟ يعني انه غير طبيعي، يعني مش من كالعاده. بالضبط انفورمد يعني شو يعني فورمد سكول؟ يعني ستول مشكل. انفورمد يعني في ووتري، يعني ما بيطلع بالشكل اللي الشخص متعود عليه. تمام؟ هاي ليش احنا حكيناها بهاي الجملة؟ لأنه أنت يوم تسأل المريض بيقول لك مش زي الوضع الطبيعي. هو بيقول لك هذا هو السبب، تمام؟ حكينا إذا في عندي في سيفير أبدومينال بين في المرضى اللي أكثر من 40 50 سنة، هو أنا برضو ريفير. ليش؟ لأنه الدياريا
لأنه الإسهال، بس عملت ميوت لزميلتكم لأنه كان يطلع صوت من عند الجهاز بيأثر على المحاضرة. تمام. الآن اللي سيفير أبدومينال بين في الأكثر من 50 سنة وفي الأطفال، بس الأطفال ما بيجي يشكي لك من سيفير أبدومينال بين. تمام. يعني هاي الأكومباينينج سيمتوم في الإكستريم إيجز أنا بحكيها. فإذا كان تشيلدرن عمره 6 سنوات عنده سيفير أبدومينال بين وعنده إسهال، ريفير باك للطبيب بدون ما تسأله قديش في دياريا ولا شو نوع الدياريا. ليش؟ لأنه بدنا فيردر انفستيجيشن بهاي الحاله. فاحنا يوم نحكي هون دياري اكومبايند باي سيفير ابدومينال بين اكثر من 50 سنة، لانه احنا يوم نحكي عن الاطفال الاقل من 6 سنوات هذول ما بيشكوش، بيبكوا. يعني نادر ما يجي يقول لك بطني الا اذا كان كبر، يعني صار عمره 4 3 سنوات صار يحكي ياخذ، اما الاقل من 2 سنين ما بيشكي بهاي الطريقه. تمام. ففي الاكستريم ايجز اجمالا دياري وذ اكومبايننج سيمتومز زي سيفير ابدومينال بين لازم يعني حتى مين بقول في الأطفال إيش ممكن يكون عندهم؟ يعني الكبار كل شيء بيكون عندهم، بس الأطفال شو بيكون في عندهم كونديشن ممكن يكون سببه سفير أبدومينال بين ودياريا؟ الإنفكشن 100% غريب. دور التهاب الأمعاء أغلب الأوقات. الجاسترونتيرايتس، الانفكشن، في اشياء ثانيه ديزيزز ممكن دكتور، في ممكن انه اذا الحليب ما ناسبه 100%. هاي كومون، بس بيصير عندهم بلوتينج اكثر من ابدومينال بين بهاي الحاله. فهذول بتحكي قاعد عن اعمار اقل، بس انا قاعد بحكي انه في ابدومينال بين، يعني في ديزيز قاعد بصير. شو في كومون بالعمر هذا بيكون في عندهم ابدومينال بين؟ اسباب شو في امراض شيبسي؟ ايه ما سمعت. الشيبسي دكتور، الحلويات. قصدك الفود، فود ريليتد. طبعا الفاتي فود بشكل عام بيعمل ابدومينال بين، بس مش سيفير. سيفير يعني في ديزيز جوينج اون. تمام. المرضى اللي بياخذ البنكرياتيك انزايم، مين هم هذول المرضى اللي بياخذ البنكرياتيك انزايم؟ مرضى زي سيستيك فايبروسيس، البنكرياتيك انزايم بتتاخذ على شكل فورميلا، ممكن اذا كان مريض يعاني من كونستيبيشن يصير في عنده سيفير ابدومينال بين، بس هذا مش مشكله خلينا نحكي كبيره، لانه عارفين ايش السبب، فبنعطي ريهايدريشن لهذا الطفل على السريع في هاي الحاله. تمام. طيب ايش التريتمنت اجمالا احنا اللي بنستخدمها؟ والله خلينا نحكي انا الاو ار اس هو اكثر شيء كومن تريتمنت، بس قبل ما نحكي على التريتمنت احنا حكينا عن السيمتوم بشكل عام، بس في بعض الاشياء ما حكينا عنها اللي زي الدراوزنس كونفيوجن، ريفير باك للطبيب لانه هذا بيكون سيفير ديهايدريشن عنده. احنا حكينا الديهايدريشن مع مشاكل اليورين بس ما ربطناها عشان عبد الجبار ما يقول لي هذا ثيرابي. باسنج ليتل يورين ديهايدريشن باسنج، يعني شوف صار في عندي دياريا. تمام. اذا كمان في عندي سيمتومز اكومباينينج باسنج ليتل يورين، ايرجنت ريفيرال في هاي الحاله، لانه ممكن يكون في عندي مشكله في الكلى في هاي الامور، او في عندي انفكشن عامل انيوريا. طبعا مش راح يعمل انيوريا، دي اوليجيوريا خلينا نحكي. تمام. sunken eyes، dry mouth، هاي كلها ايش؟ dehydration، weakness. تمام. وهكذا اجمالا generally، عشان انا بحبش الارقام بس للتلخيص، diarrhea of longer than 3 days duration in adult children والجيرياتريك، الافضل انك تعمل روتين ريفيرال مع او appointment مع الطبيب. تمام. generally speaking longer than 3 days duration في الادلت، young adult geriatric والبيدياتريك، افضل انك تعمل روتين appointment. تمام. طبعا حكينا في بعض الاطفال خلال يوم ممكن تعمل referral، بس انا بحكي generally. generally ايش يعني؟ يعني ما فيش عندي severity بالaccompanying symptoms. تمام. في بعض الاشياء احنا لازم ننتبه عليها. بيكون المريض عنده دياريا بس وما عندوش مشكله،
او في عندي له ديفرنشال دايجنوسس. من اكثر الديزيزز اللي هم الجي اي معروفات اللي هم الانفلاماتوري باول ديزيز، الكرونز ديزيز والالسيريتيف كولايتس، هذول بيجيك كونستيبيشن دياريا. تمام. مثال ثاني اللي هو الاريتابل باول سيندروم. الاريتابل باول سيندروم الفريكونسي اوف كونستيبيشن سيفير، كونستيبيشن سيفير دياري اكثر. تمام. لانه بالاريتابل باول اللي هم الالسيريتيف والكرون بيكون في عنده كونستيبيشن بس بصير في دياري، بس عمليه الفريكونسي اقل. الاي بي اس الانفلاماتوري باول سيندروم بيكون اكثر فريكونسي. فهذول ديفرنشال دياجنوسيس، يوم المريض يجي يحكي انا والله عندي دياري، لازم نتاكد انه ما عنده هاي الامراض، ما بيعاني منها. تمام. طيب التريتمنت اوبشن، احنا في عندنا اللي هو اكثر شيء كوملي يوز اللي هو الاو ار اس، وحتى الكبير بامكانه ياخذه. يعني هو مش الاو ار اس اللي هو محلول الاكواسال كان زمان يسموه، اللي هو يعني عشان يعمل ريهايدريشن، هذا ممكن الكبير يفتح الساشيت ويشربها. تمام. الان الابيويد، الابيويد احنا هون ما يعني بنستخدم السايد افكت للابيويد. طبعا قبل ما نحكي عن الابيويد، الاورال ريهايدريشن ثيرابي هي الفيرست دراج اوف تشويس، فيرست تريتمنت. ليش؟ لانه هي بتعمل ريهايدريشن وهاي الاملاح بتخفف الدياريا. تمام. فهي الفيرست تريتمنت اوف تشويس. الان اذا المريض عنده انفكشن بدك الاورال ريهايدريشن ثيرابي او الاو ار تي، هذا بيكون نوت انف، يو هاف تو ريموف ذا كوز، هاي المقصود فيها. تمام. الان هاي الاشياء اللي موجوده هون اكيد مش حفظ. طيب ولا الدوزز هون حفظ لانها بتيجي على شكل ساشيت يعني. تمام. طيب هون هل في كونترا انديكيشن للاو ار اس؟ يعني اذا البيشنت از فوميتنج فريكوينتلي، يعني شوف no contraindication للORS unless the patient is vomiting frequently, IV fluid electrolyte replacement. هل يعني إذا ال patient vomiting frequently ليش إحنا بنعطيش الORS؟ لأنه أساسا ما هيتحمل، حيستفر طوالي. exactly. يعني مش إنه كنت بالضبط، يعني مش contraindication لأنه راح يعمل لي مشكلة، لا لأنه مش راح يستفيد من الORS. ففي هالحالة المريض بده يأخذ IV fluid. تمام. لأن في بعض الحالات النادرة طبعا هي مش كونتراندكيشن، يعني انت بتعطي الاو ار اس بس كيرفولي، يعني الناس اللي عنده مشاكل في الفلويد اوفرلود ما بتعطي الكميه الطبيعي، بتعطي كميه اقل بس بتضمن انه كمان ما يصير عنده ريهايدريشن، لانه على الجهتين الفلويد بالانس بياثر. وانا قاعد بحكي على الكارديو فاسكولار، اذا زاد الفلويد او قل بياثر عليهم هذول. تمام. الابيويد هنا بنحكي قاعدين عن اللوبيرامايد بشكل عام، لانه هو بيشتغل على الابيويد ريسبتور، ولكن في بعض الصيادلة بيذاكوا بيعطوا الابيويد الثانية زي المورفين وهيك، لأنه بيعمل constipation as a side effect. الآن as a rule of thumb، وهذا بيجي في الامتحان وبيجي في الكوز وبيجي بأي مكان، إذا المريض عنده infection ممنوع تعطيه antidiarrheal treatment، يعني يعمل constipation ممنوع تعطيه loperamide. ببساطة simply ليش؟ كلكم بتعرفوا ليش صح؟ ولا ما بتعرفوا ليش؟ مزال من بعض ما نعرف إذا ما بتعرفوش ليش. ليش إحنا بنعطيش الأنتي دياريال تريتمنت يوم يكون في عندي إنفكشن؟ مين ما أخذ ثيرابي 1 و 2 هون؟ لأن دكتور احتمال يعني تكون أكو يعني بكتيريا أو إنفكشن، فنحاول قدر الإمكان نخليه يطلع قبل ما نطي، يعني بس نطي سوائل 100%. طب ليش ساكت يا عبد الجبار؟ لانه هاي التوكسينز لازم تطلع برا الجسم، اذا انا اعطيتها خليتها داخل الجسم بتزيد الفيريولنس لهاي البكتيريا او للفيروسز. تمام. في حد عنده استفسار على هاي المعلومه؟ هاي كومن سنس، بس سكوتكم كان غامض، يعني بحير وبخوف هذا السكوت. فهالمعلومه جديده عند حدا؟ دكتور هي بجوز مش جديدة، بس ولكن لبساطتها احنا مع يعني فكرنا بشيء ثاني.
لا انا بعرف ترى هاي المشكله في كل الناس، حتى في كل الناس. احنا مفكرش في الاشياء البسيطه، هي اهم شيء الاشياء البسيطه، لانه هاي الغلطه فيها مشكله. احنا في الاطفال بشكل عام جنرالي، في الاطفال، في الكبار عادي لو اعطينا هاي الادويه، لانه اجمالا الانفكشن ما بياثر عليهم ومش السبب اللي بيكون كومن عندهم الانفكشن. بس الاطفال ليش بنحكي هاي المعلومه؟ لانه معظم الاطفال بيجي السبب بالدايره جاسترونتيرايتس unless proven otherwise. فهون مش لازم تعطي هاي الادويه على كوفر ذا كاونتر. فبهاي الحاله البيدياتريك از ا جندر، اسف از ايج يعني رينج مش جندر، البيدياتريك از ايج رينج او كسبيشال ايج جروب، هذا ريسك يعني هذا لحاله فاكتور انه يخليك ما تعطيش هاي الانتي دياريال، طبعا باستثناء الاو ار اس. انا قاعد بحكي على ادويه اللي بتعمل كونستيبيشن زي اللوبيرامايد، تمام. الان اللوبيرامايد هو الدواء اللي يعني الابروفد انه نعطيه من الابيويد، الاذر ابيويد مش يعني مش جود براكتس، مش ما عليها ايفيدنس، تمام. لكن اللوبيرامايد از فيري افكتيف، بيعمل كونستيبيشن. الجرعات اللي موجوده هنا وانه بيشتغل على الاميون ريسبتور هاي قراءه ذاتيه، بس جرعات انا ما بجيب، تمام. طيب انتم بتعرفوا شو يعني ترافيلرز دياريا، اللي هي يوم الواحد يسافر من مكان لمكان ممكن بسبب المياه او بسبب انتشار بعض البكتيريا بصير في عندنا شيء بسموه ترافيلرز دياريا. الليبرومايد افكتيف طبعا على الترافيلرز دياريا. هل الترافيلرز دياريا احنا بنعطيهم او ار اس؟ اه دكتور، مشان نعوض لهم 100% بدك تعطيهم او ار اس. الاو ار اس فيرست تريتمنت اوف تشويس، بدك تعوض الريهايدريشن، الديهايدريشن اللي صار، تمام، عشان تعمل ريهايدريشن. الان في عندنا هذا بالنسبه للوبرومايد والاو ار اس. في عندنا ادويه زي اللي هي البيزموث صب سلسلات، تمام. هذا الدواء احنا ليش بنستخدمه؟ ليش في حال دكتور في حال كان عندي بنسلم ريزيستانس. لا هذا 100% في قصدك في الفتيك ألسر. هذا رجمن في الفتيك ألسر، صح. انا سألت على فكرة عشان هيك، يعني انا عارف انه احنا بنستخدمه اكيد في الدياريا، تمام، لكن هو بارت اوف رجمن اوف بيبتيك ألسر ديسيز. خلينا نحكي هي مش تريبل، بتكون مختلفة يعني، بس هي يعني مش بالبنسلين الالرجي، بالبنسلين بنعطي ميترونيدازول، بس هي الترناتيف اذا صار في عندي ريزيستنت. انت قصدك ريزيستنت مش الالرجي، تمام. وحكيت دكتور ريزيستنس ما حكيت الالرجي. انا معناته الحق علي، انا متاسف. لا بسيطه. الان بالترافيلرز دياريا بالذات البيزموث سبسلسلات از ليس افكتيف كومبيرد للوبرامايد، يعني وهو بصراحه مش كوملي يوز، ماشي، يعني هاي بدنا نعطيها مشكلة ثانية. الآن لوبيرامايد هل إحنا بنستخدمه للناس الأقل من 12 سنة؟ لا، ولا البيزموث صب سلسلات. الناس الأقل من 12 سنة شو بنستخدم لهم؟ ORS فقط، تريات الانفكشن، ماشي. بس هاي جبنا لكم إياها بطريقة ثانية، هي نوت ليبلد، هي بتعملش كثير مطار جانبيه اللوبيرامايد، لكن ما بدنا نعطيها للمريض اصلا عشان ما يصير في عندي كونستيبيشن زي ما تفضل زميلك، عشان ما تظل عبد الجبار، عشان ما تظل التوكسينز موجوده داخل الجسم، تمام. هاي معنى الجمله اللي موجوده هون. طيب طبعا الدايت كومبلكس كربوهيدرات، كربوهيدرات ريتش فود، الرايس، البوتيتو، البريد، السيريل، اليوغرت كويس لانه بيحتوي على بروبايوتيك فبيظبط حركه الامعاء، لانه احنا في عندنا بكتيريا نافعه موجوده. الفروت والفيجيتابل لاحظوا موجوده في الجهتين، في الكونستيبيشن في الدياري، ليش؟ لان هي بتعمل بالانس، لان فيها انتي اوكسيدنت فبتقلل الانفلاميشن اللي بيصير في الجت، فهي هاي الاشياء كلها بتعمل بالانس. لان انا عارف اني مشيت بسرعه. الفاتي فود بشكل عام احنا لازم تو افويد، تمام. ليش؟ وحتى الكافيين، لانه هاي الادويه بتعمل كونستيبيشن سيفير افولد باي ايش؟ سيفير دياري. هاي الاشياء اللي هي متذكرين كنا نحكي عن الكونستيبيشن، الفاتي فود والكافيين،
وقلنا انه ممكن فولد باي اوت اوف فلو يعني فلاش لليورين سوري للستول ووتر ستول. فهذول بيعمل جي اي ابسيت وانكلودينج السبايسي فود تمام. فهذول شود بي افويدد اذا المريض عنده دياريا تمام, لانها ات ويل اكسسربيت دياريا. انا مشيت على هذول بسرعه لان في شغلتين بس بدي احكيهم مهمات. بتعرفوا الكولين بكتين, الكولين اند بكتين هذول متذكرين زمان اخذتوهم في الثيرابي او في الفارما؟ الكولين والبكتين في حدا متذكرهم ومنضيف عليهم المورفين؟ هذول they are not او they are no more recommended for treatment of diarrhea. السبب lack of clinical efficacy compared مع an adverse drug reaction اللي بيحملوه تمام. فهذولا ما بنستخدمهم في as a good treatment option يعني في الـ في الـ في الـ في الدياريا. نرجع نحكي الاطفال بنستخدم شلوبيرومايد, بنستخدم سبسلسلات, اي دواء بيعمل كونستيبيشن ما بنستخدمه ممنوع. او ار اس تريت الكوز اوف دياريا اللي هو بيكون على اغلب بكتيريا او فيرال تمام. وحكينا انه في الاطفال كومون كوز ايش عندهم؟ الروتا فيروس تمام. ايش دكتور عندهم؟ عندهم بيكون روتا فيروس كومون كوز اوف جاسترونتيرايتس في الاطفال. ذا موست كومون كوز اوف جاسترونتيرايتس او دياريا في الاطفال حتى لسن يعني خلينا نحكي اجمالا للعشر سنوات. كل ما كبر الطفل كم ما بقل الريسك, بس اجمالا اقل من ست سنوات الموست كومون كوز يكون عنده روتا فيروس. فعشان هيك عملوا روتا فاكسين وصار يعطوه للاطفال لانه يعني انوينج لهم. فطبعا البست تريتمنت اوف تشويس في هالحاله مش انك تعطي الفاكسين, هو اوريدي فاكسينيتد ولا مش فاكسينيتد. يعني اذا مش فاكسينيتد خلاص تمام. فالتريتمنت اوف تشويس في هالحاله انك تعطي الاو ار اس تمام. هيك بنكون تقريبا خلصنا المعلومات ما نحكيها ان شاء الله.